بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. هكمل معاكم اختيار القواعد المتعدد وإزاي نحلوها إن شاء الله في الامتحان. دي الحلقة الخامسة أو السادسة تقريبا على ما أعتقد، إن شاء الله ننجزوا فيها شوية أسئلة كتير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جي في أو ترافاي أ، طالما حط لي أ يبقى آخد حاجة بركب عليها. المترو والعربية بنركبوا فيها بتاخد أون، ما فيش قدامي غيرها. السؤال اللي بعده، مريم ني ام با تو لو دانس. طيب مريم ما بتحبش الرقص، با وتو، منين ما تلاقي با وتو ما فيش بينهم غير دو، وده تعبير على بعض معناه با دي تو معناه على الاطلاق. ما نخدعش في النفي، ابص بعد النفي لقيت كلمه تو اخد دو. السؤال اللي جاي، لا فواتير اي، السيارة تكون وحدة نقط، دو اربر شجرتين، عايز على تحت بين. خدناهم. نشوف السؤال اللي جاي، فوزافي اشتي دي كوستوم، انت اشتريت بدل، وي انا اشتريت منهم واحد. طالما حطيت لك اداة النكرة في الاخر، احنا قلنا مع بعض العدد والكمية والنكرة والتجزئة كلهم تبع أن. العدد والكمية والنكرة اللي منها آ لا تحذف في الإثبات، ودي جملة مثبتة ما تحذفتش، أحط أن وأنا مغمض. شوف السؤال اللي جاي، سون دي بيل في، بيل في بنات جميلات، سون بتنفع مع اثنين، مع ال ومع سو، دي ما تنفعش، إلا ما نفعتش عشان دي بناتي بناخده الأخرانية اسمه. السؤال اللي بعده، حاول تحل قبل ما أبدأ، فو بارتي أنت ترحل، أنتم ترحلون، هي هي. رد علي اللي جي بار أون أفيون، أنا أرحل في طائرة، يبقى أخد كلمة كومون كيف. أخذنا الأولانية، مارتان إي دي جوزي متنكر في طبخ، كل التنكر كلمة متنكر وراها اي مهنه متنكر فيها حط قن وانا مغمض. السؤال اللي جاي، نيكولا دي تايوني من الولايات المتحده، من تحل لي الجمله بحالها، يسكن المفروض فيه، يذهب المفروض فيه، ياتي المفروض هي تاخد من، يبقى تاتي من الولايات المتحده، انما يسكن الاثنين دول عايزين او ما يكونش فيه دو موجود، يا اما اه وراها دي، ادي الحل بتاعها صحيح، يبقى خدنا فيان عشان خاطر دي. نشوف السؤال اللي جاي، كلسون لي بروجي، ما هي مشروعاتك بندون بندون لو كونج، العطلة مذكر مبدوء بحرف ساكن يبقى ناخده سو. السؤال اللي جاي، اون ابز وان دو، نحتاج الى ان، ان عايز حاجة مؤنث، بور فير لاسكلا ده التسلق، من ادوات التسلق كورد حبل، ودي مؤنثة، الاثنين التانيين مذكر ومش بتوع تسلق. نشوف السؤال اللي جاي، مون فازين جاري ايه سوسيابل اجتماعي، البار لو هو يتكلم الى كل الناس، افيك تو لومون، هو بيتكلم، دي جملة مثبتة، انا عندي اتنين، بلو دي بتاعت نفي عايزة لها ني، بيرسون بتاعت نفي عايزة ني، يا اما قدامها يا اما وراها، توجور دائما دي بتاعت الجملة المثبتة. نشوف، جنين بابراتيكي، انا لا امارس براتيكي، الملاكمة بتاخد لها. السؤال اللي جاي، سيف لو دي بات دي ماتش، مين اللي بيصفر في بداية الحكم؟ عايز السؤال بكلمة من، احنا اتفقنا ان كلمة كوالا تأتي في البداية اللي عايز سبقت بحرف جر، وممكن تيجي في النص وممكن تيجي في الآخر، كو ما ينفعش ماذا، يبقى ناخده كلمة من صفر، أبريدو مان بعد غد، ده عايز زمن مستقبل، واحنا اتفقنا ان المستقبل تصريف فيرب عليه زائد المصدر، فا وانا مغمض، الثانيه ماضي مركب والثالثه مضارع. نشوف السؤال اللي جاي، مي كوزين جمع مذكر، جي انفاي عيال عمي، انا ارسلت، عايز كلمه بلعب الفرنسي اسمها ارسلت اليهم، اليهم بالفرنسا، ودي حرف اله مي، وادي اليهم، ودي ما تجيش غير بعد حرف جر، يبقى ناخده لير انفويي، انا ارسلتها اليهم. تي امال اودين، انت عندك الم في الاسنان، جيني اي بلو بامال، ليس عندي الم، دي جمله مثبته.
سؤال مثبت. يبقى السؤال المثبت اللي جاب عليه بكلمة وي وكلمة نو، يبقى سي ملهاش مكان. الجملة التانية دي منفية، يبقى اخد نو على طول وانا مغمض. السؤال اللي جاي، نظر لو نذهب إلى النادي، هنا في أداة وهنا في وسيلة مواصلات. أولا قلنا لا تأتي بعدها أداة، لا تأتي بعدها أداة. بيجي وراها أداة بس ما يجيش وراها اللو ولا اللو اس، يبقى دي مش نافعة ودي مش نافعة. ناخد كلمة بار عشان هي اللي بتيجي وراها أداة وثم الوسيلة. نشوف السؤال اللي جاي، ميز انفون أطفالي مت فو، البسوا فو دي بتاعت جمع، أدور على واحدة جمع فيهم، لقيت كلمة باسكت خلاص على خير تلها. تي بروندر ده مصدر، الجملة دي في منتهى الجمال. تي دوا يجب أن، تي دوا ما تنفعش عشان نهايتها اي تي. تي دوا فعل مصرف، فعل مصدر ما ينفعش لأن لازم يكون فيه فعل مصرف، يبقى تي دوا. أنيمو حيوانات جمع مذكر، وانا مغمض اخد بتاعه جمع المذكر. السؤال اللي جاي، النيابة لا يوجد ابوار اشربه، لا يوجد شيء اشربه، دي اثبات ودي معناها لا احد ودي معناها لا شيء، يبقى ناخده كلمه نيريا لا شيء. الجمله اللي جايه، لونات تعيش لو مذكر، فش مؤنث، برب مذكر، شيفيل دي مؤنث برضو، يبقى بريب مؤنث، وناخده شيفيل اللي هو حصان مذكر ويعيش في الاستابل، ناخده كلمة شيفيل. نشوف السؤال الجاي، مون اونكل عمي جي تليفوني اتصل عايز به، دي حرف الهاء ودي ما تنفعش بعد الجو، يبقى ناخده الوي. نشوف السؤال اللي جاي، يبقى الوي معناها اليه، فيه، عليه، به، له، ادي به موجوده خلاص. نشوف السؤال اللي جاي، اسستي اما فت يحضر الى حفلتي، جامي بيرسون، اشمعنى اشتطت على بيرسون؟ بيرسون عايز وراها ني، محدش، تولو موند كل الناس بتساوي الضمير ال في التصريف، عشان كده هتلاقي النهايه معاها او في المجموعه الاولى على طول. نشوف السؤال اللي جاي، سي تي ايه مالاد لو انك مريض. طيب اذهب الى المستشفى، هنا في حرف اداه معرفه، شيء بتيجي مع العاقل، اذهب عند الطبيب، اذهب عند صديقك، اذهب عند عمك، الى ما لا نهايه، اولى تاتي بعدها اداه، يبقى مفيش قدامنا غير السؤال اللي جاي، لوكوت سيرف تزلج على الماء انه عنيف، كلمة عنيف صفر، أنا اللي بيجي وراهم صفر، نشوفه، تري بيجي وراها صفر، أنا اخترتها، بيكو عايز وراها اسم أو دو واسم، تروب دي بيجي وراها اسم، يبقى إحنا خدنا الأولانية عشان إيه؟ كلمة تري هي اللي بيجي وراها صفر، كومبيان دو بيجي وراها اسم جمع، سؤال في منتهى الأهمية ركزوا عليه، كومبيان دو بيجي وراها اسم جمع والتبعية هنا اس. طيب طالما التبعية اس يبقى الكلمة اللي هتتحط بعد كومبيان دو تكون جمع مذكر، غصب عنا خدتها جمع مذكر، رجل مسطرات جمع مؤنث، جم استيكات او ممحاه جمع مؤنث. طيب ستيلو هي اللي جمع مذكر، يبقى ناخدوها عشان خاطر التبعية هي اللي اتحكمت فيها النبات، لو كانت التبعية هو اس الاثنين دول نفع في الجملة اللي هي وسي. نشوف السؤال اللي جاي، 29 دنولي كير او بروف، اعطي الكراسه الى المدرس، دني اعطي عايز اليه، لسه واخدينها في ادي 5 ثواني بالظبط. طب الكراسه بتاخد لو عشان هي مذكر، والى المدرس ياخد لوي، الترتيب بتاعهم في الجمله مش شرط ان هي الكراسه اللي جت الاول المدرس اللي جه بعد كده، لا ايا كان المدرس اللي بدا او الكراسه اللي بدات لازم امشي على الترتيب بتاع الجمل، لو وراها لوي، لان اللوي ما تسبقش اللو، يبقى ناخده الاخير. نشوف السؤال اللي جاي، امس مساء مون اونكل عمي عند عندي، امس يبقى ماضي مركب، واحنا اتفقنا ان الماضي المركب قطعتين، تصريف اتر وتصريف افوار زائد اسم المفعول، ادور على اتر وافوار.
الأخيرة مضارع ما تنفعش، اللي في النص مستقبل ما تنفعش. خدنا الأولاني، نشوف السؤال اللي جاي. أنتم ملاحظين إن أنا بستبعد الأول وبعد كده أختار، ممكن أختار على طول، بس أنا عايز أعرفك بس إن أنت ممكن تفكر في الجملة شوية عشان ما تسرحش في أي حاجة تانية. جي في أليكس، أنا أذهب إلى الإسكندرية، أنا أعشق الشاطئ. بور بيجا وراها مصدر فعل. كار لأن بيجا وراها جملة كاملة. بوركوا لماذا؟ دي بتاعت سؤال. يبقى ناخد اللي في النص عشان دي جملة كاملة. السؤال اللي جاي، في الإشارة كلمة إشارة مذكر. طالما إشارة مذكر يبقى خد لها حاجة مذكر. التلات كلمات منتهين بأو، بس كلمة بلو لها مذكر اللي هي بلو من غير الأو، يبقى دي ما تنفعش. كلمة فيرت لها مذكر اللي هو من غير الأو، يبقى دي ما تنفعش. كلمة روج تمشي مذكر ومؤنث، يبقى ناخدوها واحنا مغمضين، يبقى دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي جاي، هنا فو وانا مغمض ادور على تصريف الفيرب مع الفو، ناخده صافي. السؤال اللي جاي، لايكيب اجا جنييل وماتش دو ازيو. طيب الفريق كسب المباراه 2-0. الفريق كلمه مؤنثه، يبقى خد لها الفريق الفرنسي اول واحده. ليفلير الظهور تتفتح مش تفتح، طالما حط لك فيرب اسمه سي اوفرير يعني يتفتح. في الربيع، الربيع بياخد حرف الجر او، ادي الربيع. لازم اقرا الجمله كويس عشان احيانا بيجيب لي الربيع يكون، لازم اخد اداه معرفه. فو افي كومبيان، كومبيان بيجي وراها يا اما دو يا اما دو ابوستروف، يبقى ناخده عشان ده مبدوء بحرف متحرك، يبقى دي ابوستروف. واستبعد جدا الدو اس عشان خاطر هي كومبيان بيجي وراها حاجه من الاثنين دول. نشوف السؤال اللي جاي، مي برونس والدي امل افوار مال. خدناها كتير، عندهم ألم، يبقى ناخد أفوار اللي هو أو. نشوف السؤال اللي جاي، نوزلو دي صندر، نحن سوف ننزل أو بروشان دي مذكر. أريت جار ساسيو، خلي بالكم نستبعده الأول كده، يلا نستبعده. محطة مؤنث، محطة مترو مؤنث، مفيش قدامي غير أريت اللي هو الموقف، وديت مذكر عشان كده كلمة بروشان نهايتها أن. نشوف في السؤال اللي جاي، إليه سيمبا، إنه لطيف أو إنها لطيفة. إت نشوف، طالما حاطط لي إن أهو يبقى عايز حاجة من ده يعتبر حرف جر، يبقى ياخد وراه موا تاني نفكركم بيها، توا لوي ال نو ها فو أو ال، مفيش غير واحدة بس موجودة فيهم اللي هي كلمة لوي، الاتنين دول ما ينفعوش يتحطوا بعد حرف الجر. نشوف السؤال اللي جاي، سيتي أمل أودنت، لو أنت عندك ألم في الأسنان أنت اذهب عند الطبيب، عايز امر مع التي لان الجمله دي ما فيهاش فاعل، يبقى الجمله دي زمن امر، امر مع التي اللي هو فا، وحذفنا الاس لان الفيرب اللي عمل معامله الافعال المجموعه الاولى. فيليب اعطى المفاتيح اللوس الى ابوه لوي، انا حليتها قبل ما اخش في الجمله، نعم هو اعطى اعطاهم اليه، ناخدها رقم بي. نشوف السؤال اللي جاي، لا فيم السيده او المراه، السنة اللي فاتت جاب لنا مثلا في الامتحان لو الام لزوم الراجل اللي هو عايز اداة ايه؟ معرفة، كنا نقول مثلا معرفة اللي هي لو. السيدة مؤنثة، يبقى ناخدوا الحاجة اللي فيها او في الآخر عشان هي دي المؤنثة الأولانية، تمشي مفرد مذكر وجمع مذكر. الثانية مفرد مؤنث فقط، الثالثة جمع مؤنث فقط. نشوف السؤال رقم 32. فو فولي بوار، أنت تريد أن تشرب شخص ما، شيء ما، ريان لا شيء، دي في النفي. يبقى الاولانيه ما نفعتش والاخيره ما نفعتش، خدنا اللي في النص اللي هي معناها كلك شوز شيء ما. نشوف السؤال اللي جاي، جي ام فوتوغرافيه وحب تصوير الطبيعه ونقط بيساج، بيساج مناظر جمع مذكر. الاولى بتمشي مع جمع المذكر، الثانيه جمع مؤنث، الثالثه مفرد مذكر، ما خدناهمش، عملنا نظريه الاستبعاد وخدناها بالمنطق الاول. نشوف اللي جاي، ليزادول شباب الامي بيكو يحبون كثيرا اكتيفيتي نشاط. أنا نسيت في الامتحان كلمة نشاط مذكر ولا مؤنث، أكرر تاني، أبص على الصفة اللي وراها، لو أنا نسيت إن دي مذكر ولا مؤنث، يبقى سبورتيف ديت رياضيات أو رياضية، ديت مفرد مؤنث، وأنا مغمض أدور على حاجة بتاعت مؤنث، هناخده الأخرانية. ليه ما خدناش الأولى؟ عشان الأولى بتيجي مع المذكر المبدوء بحرف متحرك فقط. ميكوزن عيال عمي وأنا نوزافون نحن باتيناج أيير، حاطط لي كلمة أيير. أمس ماضي مركب،
يبقى تصريف فيرب اترا وافار زائد اسم المفعول. هنا تصريف افار يبقى عايز اسم المفعول اللي هو كلمه فير بتحول الى فت. نشوف السؤال اللي جاي. اليا سور لونيه. طيب اقلام فسفوريه جمع مذكر وجمع مذكر، عايز حاجه جمع، مفيش غير واحده بس جمع عندك اللي هي كلمه جون. نشوف السؤال اللي جاي. بواسون مشروبات مفرد مؤنث، يبقى خدنا الاخير. نلاحظ ان هم معتمدين جدا على المذكر والمؤنث في كلمات الدروس بالذات. نشوف السؤال اللي جاي. ماما امي كو في دي كريب بتعمل فطاير، نحن نحبها، عايز حرف الهاء في الضمائر الشخصيه دي الهاء او الهم، مش كده؟ اون معناها منه ودي معناها اليهم، ما تنفعش، خدنا الاولانيين. شوف السؤال اللي جاي. اكرو اي سوبر، دي الجمل اللي ممكن تجينا في امتحان لانه بيحط كلمه سوبر بتمشي صفه مذكر ومؤنث عشان يخبلني، ما اعرفش اختار الاختيار الصح، لازم اكون معتمد ان انا حافظ الكلمه ده هي مذكر ولا مؤنث ولا لا. طيب الاسطبل مذكر ولا مؤنث؟ قال لك الاسطبل مؤنث، يبقى ناخده كلمه ست اللي في النص. شوف السؤال اللي جاي. الا فت في الحفله مم بير سي دي دي جوزمو عمل تنكر للاطفال، لي انا عايز حرف اللام، حرف اللام بالفرنسيه اللي هو بو. تعال نعمل نظريه الاستبعاء. دو اداه ودي اداه ما يجوش ورا بعض، ما يجيش وراها لو زي ما اتفقنا في نفس الفيديو اللي احنا بنشرحه النهارده. السؤال الاخير. طيب جي سوي نيرفو، انا عصبي، بارسكو لان الاتوبيس يصل ان اون ريتارد. طيب ممكن الاتوبيس يصل متاخر كثيرا، بس كلمه اتحكمت فيا في اجابتي، لازم اخد كلمه بو. بو ريتارد يعني متاخر قليلا، اتحكمت فيا غصبا عني بو قليلا. بيكون ما بتاخدش وتري بيجي وراها صفات. شوف السؤال اللي جاي. لو ماتش فاكم منصير مباراه سوف تبدا، ده مستقبل. تعال نكتبه ثلاث حاجات. اليا بتاعت ماضي معناها منذ. دي بوي بتاعت مضارع معناها منذ. ضن معناها خلال، ودي بتاعت مستقبل، يبقى خدها عشان ده مستقبل قريب. نشوف السؤال الجاي. مامير اي ضن لا كمباني تكون في الريف، ده زمن ماضي مركب، وطالما خد فيرب اتر يبقى لازم معاه تبعيه، يا اما او يا اما اس يا اما او اس. مامير ام مؤنثه يبقى ناخده الاولانيين، ولدت في الريف. محطة مؤنث يبقى اخد كل اللي في النص. السؤال اللي جاي. سي تي ات ستريس، لو انك مضغوط امر مع التي، الجملة التانية ما فيهاش فاعل، وامر مثبت مع التي، هم عامل لك اثنين مع الفو واحدة مع التي، اخد اللي مع التي. لدروب الفستانين مي فونت بيان يعجبوني يناسبوني، لكن انا سوف اشتري واحد. أداة النكر لسه نفس الشرح بتاع الفيديو ده، إن إحنا قلنا إن أداة النكر والمعرفة والتجزئة، أداة النكر والتجزئة والكميات والعدد، كل ده بيجي مع قلنا في نفس شرح الفيديو اللي إحنا فيه. الجملة اتكررت تاني هناخده قلنا، لأن متساب لي هنا كلمة إن. طيب لو شال الإن أنا سوف أشتريهم، كنا خدنا إل أو إس، لو بدون إن اللي في الآخر، طالما موجودة إن اللي في الآخر اتحكمت فيا خلتنا أروح لأون. نشوف جي سي دو فولون، سي يعني يعرف، يعزف، عايزين يعزف. مهدي يلعب، ودي يمارس، ودي يحب. مبدئيا كده براتيكي وامي بتاخد اداه معرفه، اللو واللا والا بصرف والال واس. مفيش قدامي غير جويه. جويه بتاخد بمشتقاتها ودو بمشتقاتها. تاخد بمشتقاتها مع الالعاب، وتاخد دوب مشتقاتها مع الالات الموسيقيه، يبقى اجابتنا صحيحه ان شاء الله. شوف السؤال اللي جاي. ايه الاشتاي دي ليجنج، كلمه ليجنج في كتاب سنه ثانيه استرتشاء، لو بدون الاس تبقى مفرد مذكر معناها السلطه او الحكم، لو حطينا لها الاس بقت جمع مؤنث، وطالما جمع مؤنث اخرها اس هي، تبقى ناخد كلمه اللي في النص اللي نهايتها او اس اللي هي بتاعت جمع المؤنث. ماسير اختي تعمل كور مشتريات، لوحدهم لوحدهن لوحدهن لوحدهم لوحدها، يبقى سيال. نشوف السؤال اللي جاي. بارفان طعم، الطعم المفضل انه ايس كريم بالشوكولاته،
كلمة مفهوم طعم مذكر يبقى ناخده كلمة مون الأخرانية. شوف السؤال اللي جاي. برنارد نيفي بالا يعمل لا يمارس سباحة، ده نفي فيرب فير منفي، يبقى ناخد دو. نشوف السؤال اللي جاي. لممبر يعني أعضاء، جمع مذكر. ما انخدعش في الباقي بتاع الجملة، يبقى تو اللي في النص. نشوف السؤال اللي جاي. مون انفا طفلي في، ده جملة مثبتة، ده نفي وده نفي وده تجور دائما، دي جملة مثبتة. أنا عملت نظرية الاستبعاد وخدت الجملة صح من غير ما أفكر في الجملة كتير. نشوف السؤال اللي جاي. أيير أمس احنا اتفقنا إن الماضي مركب والماضي مركب ملزوم له قطعتين تصريف آتر أو أفار زائد اسم المفعول، آدي تصريف أفار واسم المفعول يبقى أبلو. نشوف السؤال اللي جاي. ست مع المؤنث، كوافير مذكر كوافيز مؤنث، أخدت على طول. الفيكل تومب مع حالة الجو، كل الأخرانية عشان كلمة تومب مذكر. أنا بحاول آخد أكبر قدر من الأسئلة والملحوظة بقولها بسرعة. لو أنت عايز توقف الفيديو تتفرج على الملحوظة تاني أو تسمعها تاني مرة واتنين هتلاقي نفسك إن شاء الله استفدت. جيبريند لافواتير، أنا آخد السيارة بور ألي لكي أذهب إلى وسط المدينة. أولا كلمة فيل لوحدها مؤنث، تاخد ألا. لو ضفت لها سنتر بقت سنتر فيل وسط المدينة، ده هو مذكر. انا بتحكم فيها الكلمه اللي جايه بعد النقط على طول، يبقى سنتر فيل وسط المدينه، يبقى خدنا او. نشوف السؤال اللي جاي. ان اوتمان في الخريف لوسيال للسماء، مفرد مذكر تكون. كلمه كوفيرت نهايتها او ما تنفعش، كلمه جري نهايتها او ما تنفعش، خدنا اللي في النص بنظريه الاستبعاد اللي انا عايزك تتاكد منها كويس جدا وتخلي بالك منها في الامتحان. اون التي في الصيف، تولو موند كل الناس يحبون، بوسو مشروبات، جامع مؤنث. ادور او اكس او اس، اخد اللي فيها او اس. السؤال اللي جاي. مواجي تروف، انا اجد مثلا ست شميز هذا القميص اوريجينال، دي صفه اصلي، اخد اللي بيجي ورا الصفات. الاثنين الاولانيين دو بيجي وراهم اسم. خلاص انا خلصت، عملت نظريه الاستبعاد في نفس الجمله بسرعه جدا. شوف السؤال اللي جاي. مونتري موا، وضح لي او وريني تانوفيل اشار، كلمه اشار بمؤنث، اخد كلمة طا بتاعت المؤنث، طن مذكر وتي بتاعت جمع. نشوف السؤال اللي جاي. او اون اون بو نستطيع، نحن دي ترجمتها نستطيع، بس اون بتساوي الضمير ال في التصريف، يبقى اخد الاولاني. نشوف السؤال اللي جاي. حاطط لك اكس واكس دول مع الجي والتي، نشوف السؤال اللي جاي. صون لواتي لوزير اوقات الفراغ، جمع مذكر، اخد الاولاني. نشوف السؤال اللي جاي. اليادي منامو يوجد اثار، طب حلو قوي، فلوكسور منامو جمع مذكر، هو عايز كلمه بيجي وراها جمع، دي بيجي وراها صفه والاولانيه هيجي وراها اسم، بس لازم يكون في اداه، يبقى بكود هي اللي بيجي وراها اسم جمع بدون اداه. تمام، نشوف السؤال اللي جاي. مون فرير اخويا بيحب السيكليزم، ركوب الدراجات مذكر. وادي فيرب فير مع الرياضه، بياخد دوب مشتقاتها. لو انا فاهم خلاص الجمله ما تاخدش ازيد من ثانيه في الاختيار. نشوف السؤال اللي جاي. الجمله اللي جايه. لوسا مودي دورنير السبت الماضي، مي برانتس اموا، والدي وانا، بتساوي الضمير نحن وبتساوي الضمير اون، حسب الفيرب اللي جاي ورا. هنا فيرب اتري بصرف على طول مع الاون، المفروض كتبها مع النون صم، والله واخده تبعيه اس برضه، وهكذا. يبقى بغض النظر انا عندي اون ناخدوها على طول. ليه ما خدناش ال لانها ما بتساويش الوالدين وانا. نشوف السؤال اللي جاي. جيب ريفير متر، انا استطيع ان اضع امبو قليل من، كلمه امبو زي كلمه بكو زي كلمه اسي زي كلمه بلين، كل الكلمات دي بيجي وراها يا اما دو زائد اسم جمع. اهي وانا مغمض. نشوف السؤال اللي جاي. النيفو بادي سكي على مونتير، ما بيعملش تزلج في ميدان التزلج، بلا هو يمارس فين، واخده اون واخده دو، واللي ياخد دو في الفرنساوي ياخد اون. نشوف السؤال اللي جاي. الان الان بتساوي الضمير ال، خلاص يبقى ناخده لنهايه اي تي، ديت اي اس مع الجي والتي، ودي مصدر ما تنفعش. نشوف السؤال اللي جاي. تون اوردوناتير تون دركتير الي سيمبا، لطيف الاجابه اتحكمت فيه، يكون المدير بتاعك يا كيف يكون المدير، قلت له ان هو ايه لطيف. تولو شوز كل الاشياء صون، دي جمع مؤنث،
عرفت ان انها جمع مؤنث. لو انا مش حافظ كلمه شوز جمع مؤنث، انا عندي كلمه توت جمع مؤنث، يبقى ناخد اللي فيها تبعيه او اس، ولا ناخد التبعيه او، ولا ناخد التبعيه. طيب كل الاشياء تكون مودرن. طيب دي مود سيئه، بس ديت جمع مذكر. طب المؤنث منها ايه؟ دي مود وحطيت لها او اس. طيب مودرن دي مفرد، مودرن دي جمع، يبقى خدها على طول، لان هي ده هي جمع، تمشي جمع مذكر وجمع مؤنث. السؤال اللي جاي، لو بوس ايه ار في الاتوبيس وصل. الجمله الاولانيه ما فيهاش فعل، يبقى عايز زمن امر، وطالما عايز زمن امر وامر مثبت، يبقى اخد الفو اللي بعد الفعل. اخر جمله، ليلو جومير ايه انكور دي لا سالاد. الراجل اللي هو بتاع الخضار ما زال عنده خص. نو ال ني اون لم يعد عنده، هو لم يعد عنده منه. طالما انا فيت جميع ابدا، طيب هو لم يعد، هو ليس عنده ابدا، هو لم يعد عنده، ناخده الاولاني. نظريه الاستبعاد يا جماعه هي اللي بتنفعني في كتير جدا. طيب احنا خدنا شويه ملحوظات النهارده في الجمل، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان تكون وصلت لمعظم الطلبه، اتمنى ان تعرفوا تختاروا كويس جدا، اتمنى ان شاء الله ربنا ييسر لكم في الامتحان. انتظروا مني ان شاء الله في خلال يومين بالظبط او ثلاثه شرح على السبوره كل قواعد اللغه الفرنسيه، وبعد كده عامل تلخيص ان شاء الله لكتاب الوزاره في حوالي 200 و250 جمله اختياري على القواعد بتاعت الكتاب نفسه اللي هي بيجي لنا منها امتحان اخر السنه ان شاء الله رب العالمين. هنزلها لكم ان شاء الله بي دي اف باذن الله يا رب، واتمنى ان شاء الله ان كل المعلومات وصلت لكم، ويكون الشرح بتاعي وصل لناس كتير ان شاء الله رب العالمين. اشكركم وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.